سعرها 2.3 تقريبا سنت امريكي لكل كيلوات ساعه، 2.5 سنت او 2.3 سنت مقارنه بخمسه ارخص. فالمفروض ان نحن كدول نجيب الطاقه الشمسيه نستخدمها في وقت النهار اذا قدرنا حتى 100% من طاقتنا ناخذها من الشمس في فتره النهار. وهاي الخطه اللي وضعت لنا دوله الامارات في استراتيجيه الطاقه 2050 اننا نعمل انستليشن ل 44 جيجا وات على الاقل من الطاقه الشمسيه لتلبيه الاحتياجات في وقت النهار. طبعا هناك تقنيه اخرى تسمى السي اس بي اللي فيها نوع من الاستورج، يستخدمون نوع من الاملاح يسمونه الموتن سول، ولزياده الافشنسي. الافشنسي عاده 20-24% في الالواح. لما نروح للتخزين يعطينا تقريبا 13 ساعة إلى 16 ساعة من طاقة حتى بعد ما تغيب الشمس يكون عندنا طاقة. هذه سعرها أقل سعر 7.3 سنت للكيلوات ساعة. أنت تقارن 2.3 للطاقة الشمسية بس في 8 ساعات في اليوم، لو أردت أن تأخذها إلى 16 ساعة في اليوم يكون المجموع 7.3. لا زالت اغلى سي اس بي، اغلى من الغاز. لذلك انت محتاج الغاز لان 24 ساعه ومحتاج الطاقه الشمسيه في فتره النهار. نعرف ما كنا نقوله لان نحن اول شيء غير مختصين في الاقتصاد، نحن نتحدث عن الطاقه. نحن نقول ان متفائلين بعام 2019، وانا كتبت على تويتر من بدايه السنه ان في دوله الامارات متفائلين، متفائلين أن الكت اللي صار راح يتعامل مع كل التضخيم في التحديات التي يقولونها. طبعا في ناس يقولون أن هناك أزمة قادمة، هم يقولون هذا الشيء، ونحن نقول لهم أن متفائلين واقتصادنا قوي، وفي سوق النفط نتوقع أن سنة 2019 تكون سنة إيجابية وسنة زينة.